السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مراجعة الفصل واحد القوى والمجالات الكهربائية المسألة 35. كالعادة مسائل الشحنات الكهربائية أو مسائل القوى والمجالات الكهربائية على الطالب أن يرسم رسم توضيحي لتسهيل الحل. شحنتان نقطيتان Q1 وQ2 تقعان على المحور X. إذن برسم المحور X عند الموضعين X تساوي 6 متر و X تساوي سالب 6 متر. إذن بحط Q1 هنا على بعد 6 اللي على الترتيب. إذن هذه X1 وهذه X2 بهذا الشكل. حدد موضع نقطة التعادل. الشحنتين مختلفتين في النوع، واحدة موجبة واحدة سالبة. من النظر بتعرف بما أن الشحنتين مختلفتين في النوع فأن نقطة التعادل تقع على امتداد الخط الواصل بينهما وأقرب إلى أقليمها مقدارا. الخط الواصل بينهما هو المحور X. إذن هذه هي نقطة التعادل، هنا نقطة التعادل. البعد بين الشحنتين عبارة عن 6 زائد 6 12 متر، وبعد نقطة التعادل عن الشحنة Q1 حفرضها D، بيصير عندك بعد Q2 عن Q1 عبارة عن 12 زائد D. الطالب متى وصل لهون خلاص بيعرف الحل، الحل الباقي سهل الحساب. إذا على الطالب فهم رسمة المسألة. إذا المجال الشحن الأولى يساوي مجال الشحن الثاني في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. Q1 سالبة معناتها مجالها في هذا الاتجاه. Q2 موجبة معناتها مجالها في هذا الاتجاه. كون المتعاكسين إذن لازم يكون متساويين في المقدار حتى تكون محصلتهم صفر. منعود شو بنعمل؟ نختصر ثابت كولوم مع ثابت كولوم، منعود مقادير الشحنات. لاحظ دي هي بعد الشحنة Q1 عن نقطة التعادل، و12 زائد دي هو بعد الشحنة Q2 عن نقطة التعادل. منعود Q1 عبارة عن 3 ميكرو كولوم. لاحظ ما حولت لأني بدي اختصر الميكرو كولوم مع الميكرو كولوم حتى تخلص من التربيع. بجزر هذا الطرف وبجزر هذا الطرف، فبيصير عندي جزر الثلاثة 1.7 وجزر الدي تربيع دي وجزر 27 5.2 وجزر 12 زائد دي عبارة عن 12 زائد دي. طبعا هون كانت للتربيع، هنا الوسطين بالطرفين. سهل جدا مسائل نقاط التعادل، بس على الطالب فهم المبدأ النظري والرسم. الواحد وفاصلة سبعة بننشرها داخل القوس ومنرتب تصبح بهذا الشكل. هذه اللي فيها دي حتنتقل لعندي دي لهنا مع تغيير إشارتها بصير بهذا الشكل، ومنه دي تساوي 5.8 متر. هذه بعد نقطة التعادل عن الشحنة Q1. لو طلب عن الشحنة Q2 حنضيف 5.8 حنضيفها ل 12. لو طلب بعد نقطة التعادل للشحنة Q2 حنضيف 5.8 ل 12. وفي أمان الله، وما تنسوا اللايك، حاولوا تحلوا بنفسكم، دربوا على الحل لحالك في الأول وبعدين تابع يعني صحح لحالك.